عندنا حوالي 401 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية، تم تطوير 113 مكتب منهم بالفعل، وجاري إنهاء تطوير باقي المكاتب لغاية 150. هو ده في الخطة اللي موجودة حاليا، وبعد كده في خطة إن شاء الله برضو قريبة إن احنا هنحاول إن احنا نطور باقي المكاتب على مستوى الجمهورية في أسرع وقت. المواطن محتاج هذا التطوير، ومحتاج إن احنا نبين له إن الخدمات اختلفت، وإن تأدية الخدمة نفسها بالنسبة له اختلفت، وإن ذهابه لمكتب الشهر العقاري مش هيبقى بالمعاناة اللي كان موجود فيها قبل كده إن شاء الله.